الأستاذ دكتور محمد راتب النابلسي، من يعني التقسيمات الإسلامية عبادات ومعاملات معاشرات آداب. نعم. نريد أن نتعرف من مرصد فضيلتكم الخاص على منزلة الأدب في الشريعة الإسلامية. الحقيقة أنه الإسلام دين الله عز وجل. ونعم بالله. له منطلقات نظرية، إيديولوجيا، فلسفة، عبادة، كلها مؤدها واحد. الجانب النظري في الإسلام. وهناك عبادات. الجانب التعبدي، الصلاة والصوم والحج والزكاة، هي عبادات شعائرية لا نقطف ثمارها إلا إذا صحت العبادات التعاملية. تمام. ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. الله. لذلك العبادة مرة ثانية يا شيخ. ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. نعم. لذلك لما النجاشي التقى بسيدنا جعفر قال له حدثني عن الإسلام، قال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونصل ونقطع الجوار حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته صلى الله عليه وصدقه وعفافه ونسبه، إن حدث فهو صادق صلى الله عليه وسلم، إن عملك فهو أمين، إن استثيرت شهوته فهو عفيف الله، ويأتي النسب فوق كل هذا. الله. فدعانا إلى الله لنعبده. نعم. ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا الآن العبادة التعاملية بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. لذلك العبادة الشعائرية أقول كلمة دقيقة، لا جدوى منها ولا وزن لها عند الله إن لم يرافقها العبادة التعاملية أو تثمر. نعم. أو تثمر. أو تثمر العبادة التعاملية. هذا كلام قد يكون غريب وخطير على أذهان كثير من الناس. طبعا بالدين ما في رأي شخصي. لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. الدليل. ما الدليل؟ يؤتى برجال يوم القيامة. أيوة. لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل جلهم لنا يا رسول الله. قال الله. إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يا لطيف يا لطيف انتهت. سلم يا رب. سلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشربه. الصيام. نعم. جميل. من حج بمال حرام ووضع رجله في الركاب وقال لبيك اللهم لبيك ينادى ألا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. الزكاة قل أنفقوا طوعا أو كرها لا يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. نعم. الشهادة من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة، قيل وما حقها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. الخمس عبادات الكبرى من دون استقامة لا وزن لها عند الله.